من وراء هذا الشيء. ولذلك عندنا الان دائرتين، تبغى تمارس تدريب ما عندنا مشكله، تفضل ادخل دوره تدريب كيف تدريب مدربين تمارس تدريب، تبغى تحضر حلقات تدريبيه احضر حلقات تدريبيه، بس اهم شيء قبل كذا عندنا شيئين، ايش عندنا؟ عندنا دائرتين اخذ التدريب اخذ التدريب، في عندنا دائرتين كثير من الناس لا يدرونها. عندنا الدائره الاولى دائره اسمها دائره من؟ دائره اولى اسمها التامل، التامل في الممارسه. هنا ما معنى التامل في الممارسه؟ انك انت تتامل في كيف احنا